مرحبا حبايبي، نلتقي اليوم وياكم بالدرس الثالث من سلسلة لو نوفو سون فرونتيير. طبعا بالمحاضرة السابقة أو بالدرس السابق أشرنا إلى الأفعال اللي هي من المجموعة الأولى، كيف تصرف، وقلنا أنه النهايات تكون كالآتي: أو أو أس أو O N S U Z U N T. هذه النهايات هي للبريزون دو لانديكاتيف مع أفعال المجموعة الأولى. أما الأفعال من المجموعة الثانية اللي راح نتطرق لها اليوم هي كالآتي: النهايات تكون الأفعال اللي تنتهي ب إيغو. طبعا نحذف إذا أردنا أن نعرف جذر الفعل كالتالي راح يكون مثلا هنا عندنا غونديغ غونديغ، نحذف الإي إيغ، يبقى عندنا الجذر هكذا، يبقى عندنا هذا الجذر غون غون من الفعل غونديغ، ونضيف التيرمينيزون اللي هو باللون الأحمر. طيب النهايات هي ال pardon الترمينيزون اللي نضيفهم هما es avec jou es avec tu et avec il elle avec nous nous avons es s o n s avec vous nous avons i s s u z avec il elle avec s nous avons i s s u n t. طيب هذه الاضافات نضيفها للجذر، نضيفها للجذر فيصبح كالاتي. عندنا هنا عندنا المثال عليه: فينيغ جو فيني تو فيني il elle finit nous finissons vous finissez il elle finissent il elle finissent. بالمناسبة finir ومعناه ينتهي أو ينهي. عندنا deuxième verbe c'est choisir. شوازيغ هو أيضا من أفعال المجموعة الثانية. شوازيغ يختار. جو شوازي تو شوازي إيل إل شوازي نو شوازيسون نو شوازيسون فو شوازيسي إيل إل شوازي. طيب جو شوازي أنا أختار، تو شوازي أنت تختار، إيل شوازي هو يختار، نو شوازيسون هم نحن نختار عفوا، فو شوازيسي أنتم تختارون، إيل إل شوازيس هم أو هن يختارون. هكذا تصرف الأفعال المجموعة الثانية المنتهية ب إي إيغ من الأفعال المجموعة الثانية. هذه أمثلة كذلك عليها: سوبيغ أكومبليغ. طيب الآن عرفنا كيف تصرف الأفعال من المجموعة الأولى والأفعال من المجموعة الثانية. نجي على درسنا ونكمل الوصف أو ذكر المهنة اللي أخذناهم بالمحاضرة الأولى. هنا عندنا الصور اللي تشرح المهنة وكذلك نعبر عليهم. كالي ليغ بروفيسيون كالي ليغ بروفيسيون، ما هي مهنهم؟
الصورة الأولى هنا عندنا إلي مدسة، إلي مدسة، إلي مدسة، هو طبيب. الثانية هنا عندنا الأرشيتكت، ألي أرشيتكت، ألي أرشيتكت. في الصورة رقم ثلاثة صورة موسيقي، إذن إلي إلي ميوزيسيان، إلي ميوزيسيان، بما أنه عندنا إيل للمذكر فإلي ميوزيسيان، إلي ميوزيسيان. الصورة الرابعة مغنية، إذن ألي شونتوز، ألي شونتوز، ألي شونتوز. الصورة رقم خمسة عندنا أدوات ميكانيكي، إذن إلي ميكانيسيا، إلي ميكانيسيا، إلي ميكانيسيا. طيب الصورة رقم ستة عندنا صورة كاتب، فيكون ألي، ألي تكريفا، ألي تكريفا. أما الصورة رقم سبعة هي لسكرتير، يكون إلي سكرتير، إلي سكرتير. أما الصورة رقم ثمانية فهي للصحفي، فيكون الوصف ب ألي، ألي جورناليست، ألي جورناليست. هكذا نذكر مهنة الشخص. إلي، إلي تكريفا، ألي، ألي جورناليست، ألي شونتوز، ألي شونتوز. طيب على نفس حبايبي، على نفس الشاكلة عندنا، عندنا الوصف الأشخاص. مثلا هنا عندنا جابونيس، يوكو أوزاوا، يوكو أوزاوا جابونيس اتديونت طوكيو. يعني إذا البريزنتيلي هي الموضوع كبريزنتيلي، قدمهم، لنفرض أنه أنا أقدمهم، أنا عند صديقي يوكو أوزاوا أقدم لشخص أعرفه، أقول يوكو أوزاوا ألي جابونيس، ألي جابونيس، ألي تتديون، ألا بيت آ طوكيو، ألا بيت آ طوكيو. طوكيو هي المدينة، لذلك نستعمل ألا بيت آ طوكيو. طيب جون لبورجوا، جون لبورجوا إلي كنديان، إلي كنديان، نقدر نقول إلي كنديان لأنه كندي. أرشيتكت وظيفة، إذن نقول إلي تارشيتكت، إلي تارشيتكت مونتريال مدينة، إذن إلى بيت آ مونتريال، بما أنه مدينة نستعمل آ، آ مونتريال. طيب كارمين ريفرا مكسيكان، ألي، ألي مكسيكان، بما أنه مكسيكي، ألي مكسيكان. الوظيفة جورناليست، ألي جورناليست، ألي جورناليست. أكابلوكو المدينة، ألابيت أكابلوكو، أكابلوكو. Présentez-vous, قدم نفسك. Présentez-vous, قدم نفسك. Présentez votre voisin ou votre voisine, قدم جارك أو جارتك. طيب إذا أريد أقدم نفسي إيش أقول؟ أقول je m'appelle. نفرض أنا أقدم نفسي، أقول je m'appelle Soran. Je m'appelle Soran. أقدم جاري. Il ou elle, il s'appelle
مصطفى. Il s'appelle Ahmed. Comme ça. قدم الأشخاص. هذا كان درسنا لليوم حبايبي، إن شاء الله تكونون تستفادون من الدروس. لا تنسون إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة، يا فضلا وليس أمرا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد ننزله. وإن شاء الله يا ربي من أفضل إلى أفضل، والقادم أفضل إن شاء الله. ربي يحفظكم.